على ما قال حلقتنا راح تكون ثرية بإذن الله. أبو محمد أنت ما دون أنكحة وراقي، نسأل الله أن يوفقك محتسب لوجه الله، نسأل الله أن يوفقنا وياك. اللهم آمين. تعريجك على موضوع الحياة الزوجية، حنا نعلم أن اليوم وسائل التواصل تتكلم والمجالس تتكلم، ولو أن فيه خلال في هذا الجانب، وأنا أقولها رسالة، ترى مجالسنا بعضها في الوقت الراهن اتجه إلى الطريق المنحدرة. صحيح بصراحة، يا تلقى واحد على جواله، يا تلقى عنده شيء من الترفيه والبيلوس، يا تلقى أشياء أحيانا يعني ما منها فائدة. في المفترض حنا في مجالسنا يصير في توجيه القيادات، الكبار السن، الكبار الأخوان، كبار الأبناء، وجهوا. ترى الشباب الحين صغار السن دولة في حاجة إنك توجه. صحيح. الشاب اللي أقبل على 20 علمه يا أخي وش عليه. صحيح. علمهم فيه صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاد الجيوش وأعمارهم ما وصلت 20. بعضهم الآن 25 يقول لا زال صغير. لا ما هو صحيح. لذلك علمه، إذا أقبل على أنه بيتزوج علمه وش واجباته وش اللي عليه. سلام يا أبو محمد. محمد قاسم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالموضوع موضوعنا اليوم جدا شيق وجميل، يحتاجه الكثير من الصغار والكبار. فشرح هذه الآية المودة، الله سبحانه وتعالى زرع المودة في قلوب البشر جميعا، وجعل منها أهم أساسيات الزواج الناجح في الإسلام. فهو الذي قال في كتابه العزيز: وجعل بينكم مودة ورحمة. وتأتي أهمية المودة من كونها الدافع الذي يعين الشريكين على تخطي مصاعب الحياة وتجاوز أزماتها. أما الرحمة فالرحمة أيضا من أسس الزواج الناجح في الإسلام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، تعني الشفقة والتعاطف، فلا يكلف الزوج زوجته فوق طاقتها، وكذلك الزوجة لا يكلفها زوجها فوق طاقتها من أعمال شاقة، من عمل صعب لا تطيقه. ولا تطلب الزوجة من زوجها ما يفوق مقدرته المادية التي لا يستطيع عليها. فالرحمة تقتضي الوقوف إلى جانب الآخر في أزماته، وعدم زيادة العبء عليه ومساعدته والتعاطف معه. فنرى كثيرا من الأشخاص اليوم إذا طلع مثلا في كشتة، في استراحة، يطلع من الدوام إلى الساعة 2، يتغدى مع عياله، بعدين يروح لاستراحته في الليل، ما يرجع إلا آخر الليل. وإذا رجع تقول إنه يطرد هذيب أو ماكل اللي هلمونه إذا دخل على عياله. والله صحيح، مكشل أنياب، يسطر هذا، يدف هذا، ما يبي حد يكلمه، يعني ينقلب أسد زيادة، ينقلب أسد أسد مفترس، أعوذ بالله. فيا أخي الأولى بالرفق واللطف والرحمة هم أولادك في البيت، أولى من شخص آخر. بعضهم لا يفكر أن الزوجة هذه بس للطبخ والنفخ فقط. يا أخي بشر، عندها إحساس، عندها مشاعر مثلك، عندها دم مثلك. أنت لو يحس خاطرك أحد من أخوياك أو مثلاً في من أخوياك بكلمة، يمكن تأخذ بخاطرك، فما بالك أنك تحس هذه زوجتك العشرة معها. فبعض الناس يحكي لي يقول: والله يا أبو محمد ما بعد كليت أنا وزوجتي في صحن من 20 سنة. يقول: والله ما أكلت معها في صحن. سوي الرجيم ولا إيش؟ لا يا ليت مسوي الرجيم أفضل. هذا عندهم رجيم أخلاق ممكن.
سلمت. يقول ماكل يا أخي ليش أنت تأكل طيب مع زملائك كلهم، زوجتك أولى أنك تأكل معها تقربها، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي في بداية العمر والزواج، والرحمة تكون آخر العمر، تكونوا أصحاب. يا سلام. فبعضكم يرحم الثاني. فحنا نشوف يعني مجتمع الآن كثرة الطلاقات، كثرة المشاكل، كثرة بين الزوجين. فالنقطة الأولى ضعف الوازع الديني. والله لو كان الأب أو الأم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، وأخذ منها لدينها، فاظفر، قال اظفر بذات الدين تربت يداك، ما قال اظفر بذات المال لأن المال زايد، ما قال اظفر بذات الجمال لأن الجمال موجود ويزيل، لكن الدين يبقى لك تربية في أسرتك، في أولادك، تشوفه على مجتمعك. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، قيل إنه الجد السابع أو السادس، السابع صحيح، السابع. فصلاحك، فصلاح الأبناء لك يلحقك فيما بعد. والله يا أخوان ذكر لنا أحد المشايخ قصة، يقول كان في زوجين مرتاحين بينهم المودة والرحمة والحب والتعاطف. يقول في يوم من الأيام توفيت الزوجة وتزوجوا الأولاد، بقي هذا الشايب اللي عمره ممكن 70 سنة لوحده. قال ولده الكبير تعال يا والدي عش معنا في البيت، جابه الولد عنده يعيش معه في البيت، حطه لغرفة داخل البيت تفتح على الصالة يبي يشوفه كل يوم. فزوجة الابن غضبت على زوجها، قالت أبوك هذا لازم تشوف الصرفة. قال أبوي ما عنده أحد، أمي توفت ما عنده أحد. قالت حطه يا في دار الرعاية ولا شوف الحل ولا طلعه في السور. لا إله إلا الله. الرجل جاء بينه وبين زوجته مشدة كلام، ولكن مع الأسف لو أنه رجل كان قال أنت الطالعة وهو الداخل، ولكن حطه في غرفة داخل السور، قال أنفه لك تشوف الشمس، تشوف الداخل والخارج. الأب ما يبي المشاكل، طلع الغرفة السرايا، قاموا يعطونه فطورة في صحن. زوجة الأب عطت الشغالة صحن واحد بلاستيك، قالت حطي له فيها الفطور الساعة 7، ثم خذيه وحطي فيه الغداء، ثم خذيه الصحن نفسه بلاستيك. جميل. بعد فترة من السنوات توفى الأب رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين. آمين يا رب. جاءوا ينظفون الغرفة اللي برا في السور عشان يحطون السائق. جاء ولد مع أبوه ينظف مع الشغالة الصحن، خذاه الولد البلاستيك. قال أبوه انطلف الزبالة، قال لا هذا باخذه وبحفظه عندي لين تجي كبر أبوك وحط لك فيه الأكل، الأكل مثل ما حطها أنت لأبوك. yes. أنا بسوي مثلك. بكى والده، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما راح أبوه. فقيل إنها تفككت هذه الأسرة وتم طلاق الزوجة. فالدين هو أساس البيت اللي يقوم عليه. الدين تلقاه بيت صالح بينهم المحبة والرحمة والاحترام والتقدير. فقدر يا أخي زوجتك، قدرها وهي تقدرك، ارحمها وهي ترحمك. فأترك المجال ل الله يبيض وجهك يا أبو محمد. وأنت ما شاء الله تبارك الله تطرقت، مع أني شفتك في بداية حديثك كنت مميل على الزوج وعلى الرجل، كان مميل جدا يا أبو أميرة صح؟ لا لا، الزوجة بعد ظهر لها احترامها وتقديرها. لا أنت مميل أنت واجد، لكنك يعني ما عاقد للأنكحة يميل لمن يجمع الرأسين بالليب. أنا ترى يعني زي ما تقول ترى ما عدت
لا لا عندي ام محمد فوق راسي وتسوى عندي الدنيا وما فيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 يجعل بيتكم سعيد. اللهم امين ان شاء الله. ولا يفرقكم ان شاء الله. وهذه الوقفه معليش احتراما لها وتقديرا لها. ما شاء الله. لانها وقفت معي وقفه لا انساها. ما شاء الله تستاهل تستاهل. الله الله يخليكم البعض. اللهم امين يا رب. وليس غريب يعني التعدد. ليس غريب ان ليس التعدد دائما من نقص في 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 بيت الرجل. ولكن احيانا قد يكون يبغى يطبق السنة، قد يكون عنده ظروف ثانية تجبره على التعدد، والتعدد سنة مشروعة يعني. بعض النساء يعين نعين زوجها. نعم يعني. ولكن إن الوفاء موجود إن شاء الله. والرجل العاقل والعادل حتى وإن عدد فيبقون زوجاته في صحيح. التقدير. وإذا لم يعدل فلن يهنى لا في الدنيا ولا في الآخر. الله سبحانه إذا وتعالى وجدت نفسك لن تعدل بالحواس الخارجية القلب، هذا شيء بأمر صحيح. الله سبحانه وتعالى. ولكن حواسك أمورك إذا ما تقدر تسيطر عليها فلا تعدد. إحنا كذلك اليوم نرحب بالأستاذ طلال الشرهان رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث. طبعا إحنا يا أستاذ طلال اليوم محورنا